جزاكم الله خيرا. ما هو اللباس الشرعي للمرأة؟ اللباس الشرعي للمرأة هو ما يسترها، ما يسترها سترا كاملا عن أنظار الرجال، يستر جسمها كاملا بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها وجميع جسمها، ويكون أيضا مما جرت عادة نساء البلد بلبسه، ويكون أيضا لا زينة فيه، وإنما يكون ثوبا عاديا لا زينة فيه ولا يجلب الأنظار، وكذلك يكون واسعا لا يكون ضيقا يبين مفاتن جسمها ويبين أعضاءها، هذا هو ما، ويكون أيضا ساترا لما وراءه، لا يكون شفافا يرى من ورائه لون البشرة أو لون الجلد، لا بد من هذه الشروط. نعم.